قلت لكم بعدين تحمروها من فوق ومن تحت. دلوقتي هنعمل خبز النان. خبز النان اللي لسه موريه لكم. بصوا رغيف العيش بيبقى عامل ازاي، مفقع تحفه. ده يخلي الواحد ياكل بقى. انا ممكن العيش ده يخليني مش يعني مفيش مقياس للجوع، انا هقعد اكل، لانه العيش الحلو ده بيبقى من احلى الحاجات على السفره. تعالوا نعمل عجينته مختلفه شويه. عندنا هنا دقيق، كل الوصفات هتنزل على اليوتيوب. عندنا هنا كيس الدقيق اللي هو 6 كوبايات دقيق، الكوبايات المعياريه، الكيلو هو 6 كوبايات معياريه، فحطوا الكيس. هنحط معاهم الخميره هنا انا حاطه كيس ونص خميره، يعني تقريبا 3 معالق صغيرين خميره فوريه. وهنحط عليهم سكر، معلقه كبيره، ممكن معلقه ونص، لانه هنحط كمان لبن، وهنحط ملح، ثانيه واحده، نص مقدار السكر، معلقه صغيره. ومش هنعجن النهارده بميه، هنعجن باللبن الحليب. اتكلمنا عن اللخبطه اللي بتحصل باللهجات المختلفه، الحليب لبن واللبن حليب، فده ملك حليب، يبقى دافي. ونبتدي نضيفه بالتدريج. نعلي السرعة شوية. وبعد ما نضيف كمية اللبن، لو طلعت العجينة ناشفة شوية ممكن نضيف يا إما لبن يا إما نضيف شوية مية. لو طلعت العجينة طرية ممكن نرشها بشوية دقيق. فدول 2 كوبايات لبن حليب، وتدريجيا هبتدي اضيف الميه. ما نستعجلش خالص، العجان لسه لما فيه يبقى دقيق. مش هنعلي السرعه عشان ما يتنطورش الدقيق، يبتدي بس يلم. اول ما يلم شويه نعلي الحد، نعلي السرعه. هنا في عجان ميانتا 6 سرعات. ابتدى يلم، فاضل لي شويه. وطبعا انا حاطه يد بتاعه العجن، بتبقى لولبيه كده، بتوفر علينا بصراحه عجن كتير. لو هنعجنه بايدنا محتاجين نعجنه لحد 6 ل7 دقائق، هنا ممكن نعجنه لدقيقتين او 3 وتبقى جاهزه. العجينه لمت، يعني ايه لمت؟ يعني مفيش دقيق حوالين جوه البوله، كله حوالين اليد اللي هو ده. العجينه لمت، نشوفها محتاجه حاجه، تعالوا نبص عليها. خلاص لمت كده، ممكن تكملوها بعد ما تطلعوها. بحب كده شويه اعجنها بايدي، بس احنا مفروض لسه هنا نعجنها كمان زي ما قلت لكم، مثلا احنا نص دقيقه، كمان دقيقه ونص. وانا محضره لكم نفس العجينه الصبح، هي الكميه دي خدت نصها، عملنا كام رغيف في واحد كلناه بصراحه واحنا بنحضر، 2 3 4 5 6، فالكمية دي تقريبا تعمل 12 أو من 12 ل14 رغيف. هناخد العجين، هتسيبوها تخمر طبعا لمدة ساعة، وتغطوها زي ما أنا مغطياها بكلينك فيلم. الاسترتش ده بيساعد الخميرة مع حرارة، قلنا دافية، اللبن دافي وفي سكر، وحطيتها أنا الصبح جنب حاجة دافية علشان إحنا في الشتاء ممكن تطول أكتر. تعالوا نجيب شوية دقيق علشان نقطعها. هنعمل إيه؟ هناخد دقيق كده ونطلع. بصوا العجينة هشة إزاي؟ ما تنفسوهاش أبدا، يعني إيه؟ ما تحاولوش تضغطوها دلوقتي وتضيعوا الهواء اللي فيها. وتعالوا نرد على غادة وإحنا بنقطع العجين لقطعة. هاي غادة. هلو هلو. الو. هاي غادة. الو. الو، سامعاكي غادة. غادة سامعانا؟ ايوه سامعاكي، معاكي. هاي ازيك؟ الحمد لله تمام. قولي لي يا غادة، بتحبي الاكل الهندي؟ ايوه طبعا. اولا سلم ايديكي على الحاجات الحلوه والجميله اللي حضرتك بتعمليها، والعجينه حبيت. شكلها رائع طبعا، شايفه طالعه ازاي؟ باينه. بصي طريه جدا، جميله جميله. شكلها باين طبعا.
حبيبتي. لا والعيش خطير. انا بصوا انا يعني لو سالوني ايه نقطه ضعفي اللي بتخني، العيش. انا ممكن اكل عيش بس ويبقى سخن كده، وبالذات النان ده دمار. لا لازم 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 نجربه طبعا ان شاء الله. بس هل ممكن يتعمل بدقيق الشوفان؟ ما جربتش بصراحه، فممكن تضيفي كميه من دقيق الشوفان عشان تضيفي الياف فيه، ممكن جربي. طب قولي لي ايه رايك موضوع الحلقه، هل المجاملات الزياده ممكن تتحول لنفاق اجتماعي، او هل السوشيال ميديا كمان المواقع التواصل الاجتماعي زودت كمان الظاهره دي؟ غدا. ايوه طبعا. ايوه مع حضرتك. قولي. ايوه طبعا. هو يعني يعني ما يعني مش المفروض يبقى في مجاملات ان هي توصل لحد النفاق. يعني لازم اتعامل بحاجه كويسه. اولا انا شايفه موضوع الحلقه ما فيهوش نفاق، بس كويس يعني. والسوشيال ميديا طبعا طول ما الحاجه بتزيد عن المفروض يعني بتبقى بتؤدي الى النفاق. طبعا بتؤدي الى النفاق. طيب هل تفتكري انه الشخص اللي بينافق ده فاكر انه طبعا اكيد ليه هدف، عايز مثلا غالبا بيبقى أكيد لحد اعلى منك رتبه وظيفيه، لحد ممكن في منه فايده. هل تفتكري انه هو، انا ضفت على فكره وانا بكلمك شويه كزبره مفرومه وتوم مفروم وبنضغطهم كده بالنشابه عشان يلزقوا على العيش، على العجين، وناخده على طول كده على طاسه او صاجه سخنه واحنا بنتكلم اهو، نحطه هنا. هل تفتكري انه بيأثر؟ يعني هل الانسان اللي بيحس انه اللي قدامه بينافقه هيعمل له اللي هو عايزه؟ هيوصله انه يعني هو مثلا لو بينافق مديره في الشغل عشان يوصل او يترقى، هل تفتكري انه ممكن ده يعني يجيب نتيجه، ولا في اغلب الاوقات الناس بتحس انه ده نفاق؟ ايوه طبعا الناس بتحس ان ده نفاق، ولما بيحس ان هم ان هو نفاق مش بيأدوا له المصلحه بتاعته. بالظبط. يعني ممكن يعني بتقلب بالعكس. تقلب أيوة بالعكس طبعا بتقلب. لا بيحس يعني الشخص اللي قدامه بيحس ان ده عايز يوصل لمصلحه. بالظبط. طيب غدا عايزه اشكرك على مكالمتك. عايز اشكرك على مكالمتك لانه احنا لازم نطلع فاصل، وانا عايزه بس اشرح لكم اكتر عن العيش، وخليكي متابعانا لانه الطريقه سهله جدا. بصوا احنا حطينا ايه، فردنا العيش، انا بحب شكله كده بالطول بس ملوش يعني شكل معين. بصوا البابلز دي خلاص انتوا اتعودتوا على التكنيك اللي انا بعمله. هم بعيش التندوري بياخدوا زي ما قلت لكم الفرن اللي بالطول ده، بيحطوا ميه شويه ورا الرغيف هنا، فالدقيق والميه بيخلوه يلزق وبيلزقوه على جناب الفرن وبيعمل البقبقه دي، وطبعا بيتحمر. احنا هنا بصوا ابتدى ياخد اللون. هنعمل ايه؟ نفس تكنيك البيتزا، نفس تكنيك المناقيش. البوتاجاز هنا الشواية فقط هي اللي شغالة. أول ما العيش يعمل البابلز الرائعة دي هناخده كده ونروح تحت الشواية بالفرن، نحطه تحت الشواية ونعمل غيره، وخلال الفاصل هطلع الرغيف ده ونعمل مع بعض رغيف تاني وتالت، وفضل لنا كمان نعمل البطاطا أو البطاطس بالمصري، بطاطس بالنكهات الهندية وسلطة الرايتا علشان نعمل سفرة هندية وليمة تحفة. يلا استنونا.